يبقى معنا فقط ما يتعلق بشرح أركان الإيمان، ما يتعلق بشرح أركان الإيمان. الإيمان له أركان ستة. أن تؤمن بالله، كيف تكون مؤمن بالله؟ تؤمن بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، وتؤمن بوجود الله، لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. ما أدلة إجمالا على وجود الله؟ الأدلة الإجمالية على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. العقل والحس والفطرة والشرع، أربعة أدلة إجمالا. العقل يستحيل أن يأتي إنسان عاقل ويرى هذا الانتظام البديع في الكون ولا يثبت أن للعالم خالق واحد مدبر، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الأول، العقل. الحس تكون في كرب وشدة، ترفع يديك إلى السماء تدعو تجدها تنفرج. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ما في السماء سحابة، دعا اللهم أغثنا، لم ينزل عليه الصلاة والسلام إلا ولحيته عليه الصلاة والسلام تقطر ماء، دليل حسي. قام الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار يدعون، وكل واحد يدعو يرى أمامه الصخرة تنفرج، هذا دليل محسوس ترى. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الرابع الشرع، وهذا كثير، بل ابن القيم رحمه الله يقول لا تخلو منه آية، آية التوحيد، لا يوجد آية في القرآن وليس فيها توحيد، حتى صاد كلام الله توحيد. نعم. طيب، هذا إذن الإيمان بالله، تضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته، الإيمان بوجود الله، أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة، كيف تكون مؤمن بالملائكة؟ تؤمن أنهم عالم غيبي، يعلمون الغيب؟ لا، عالم غيبي لا نراهم. ما أحد يعلم الغيب إلا الله، من ادعى خلاف هذا فهو كافر كفر أكبر. عالم غيبي خلقهم الله من نور، يطيعون الله ولا يعصونه، لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب. أرواح وأجساد وعقول وقلوب، أرواح روح القدس، وأجساد جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، عقول حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا القلوب، قالوا ماذا قال ربكم، يسألون ويجيبون، هذا دليل لهم عقول. نؤمن بكل الملائكة عليهم السلام إجمالا، وبما علمنا الله من أسماء مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وصفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأعمالهم جبريل مثلا موكل بالوحي، وملك الموت قبض أرواح الخلق، والأخبار التي جاءت عنهم. الإيمان بالكتب، نؤمن بأنها كلام الله منزل لا مخلوق، وأن الله سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتاب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب إجمالا، وبما علمنا الله من أسمائه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها وأخبارها وأحكامها ما لم تنسخ، وأن القرآن ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. الإيمان بالرسل، نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون، ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، أن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات، أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده. نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها والأخبار التي جاءت عنهم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت. ماذا يكون بعد الموت؟ قبض الروح وصعودا بها للسماء، عودتهم بها للجسد، يسمع قرع نعالهم، سؤال الملكين عن أصول الثلاثة، عذاب القبر، نعيم القبر، البعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار والشفاعة، ورؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وحفظ النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، وارتاح. السادس الأخير، الإيمان بالقضاء القدر، له مراتب أربعة تضبطها لابد: علم، كتابة مولانا، مشيئته وخلقه، وهو جاد وتكوينه. علم وكتابة ومشيئة وخلق، هذه يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء القدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم أن تؤمن أن الله علم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الكتابة، أمر الله القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى تقوم الساعة، كل شيء مكتوب. المشيئة، هل للعبد مشيئة وإرادة؟ نعم، لكن تحت مشيئة الله النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق وأعماله مثل مخلوق تابع له، والله خلقكم وما تعملون، الله خلق كل شيء.